قدمت في جامعة زيورخ وقدمت في جامعة بيرن وقلت له حيجيني، وجامعة لوزان رغم أنه أعتقد أنه ما كان فيها تخصصي بس هذولك كانوا أقوى. وجلست أنتظر طبعاً وأنا منهارة أنه ما عاد فيه الدكتورة خلاص في هذيك الفترة. وفي هذيك خلينا نقول الدوامة جاني إيميل من جامعة بيرن بالقبول، وأنا كنت أدعي أنه أقبل فيها. ليه؟ لأنه درس فيها ألبرت أينشتاين وكان فيها معمل الهاي إنرجي لألبرت أينشتاين. قبلت وبدأت أدرس معاهم وبدأنا عملية البحث، والحمد لله تيسرت الأمور هناك وتخرجت في عام 2011. في فترة دراستي في دكتوراه الفيزياء، في يوم من الأيام كان في جلسة في هيئة الأمم المتحدة عن في هيئة حقوق الإنسان عن المرأة والمرأة يعني العربية السعودية. فسألت زوجي هل بالإمكان أني أقدر أحضر؟ قال لي إذا مفتوحة الجلسة تقدري تحضري بس في الكراسي الخلفية. حضرت، كان جنبي شخص فكانوا يتكلموا عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، فالتفت لي وقال لي الكلام هذا صحيح؟ قلت له إذا أنا وإنت بنقرأ ورقة أنت حتشوفها من جهتك وأنا حشوفها من الكورنر إلا من جهتي، لابد نجلس على طاولة واحدة ونشوف الورقة بشكل صحيح عشان نقدر نحكم عليه. فقال لي أنت تدرسي؟ قلت له أنا أدرس دكتوراه فيزياء. قال لي ليه ما تجي تدرسي عندنا ويكون هذه أطروحة الدكتوراه تبعتك؟ قلت له لا ما أقدر، يعني ما أقدر، عندي معمل وكذا. وكان فترة أني أروح بيرن وأرجع مشوار القطار ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، فأرجع منهكة ولسه عندي أولادي ولسه عندي بيتي، فكان متعب. بالرغم كان عندي سيارة لكن حبيت أني استغل الوقت في أني أقرأ أبحث أكتب. لكن كلام هذا الشخص، هو كان سفير سابق، صار يلف راسي ليش أنا ما أعرفهم أنه إحنا عندنا حقوق وإحنا لنا موقعنا وبلدنا معطيتنا. فرجعت فبقول لزوجي كذا كذا كذا، فسألته سؤال قلت له تساعدني؟ قال لي لا. قلت له ليش؟ يعني أنت تعرف الأمور هذه بس تعطيني الزبدة. قال لا، اللي يبغى يدرس يتحمل ويتعب عشان يعرف قيمة النجاح اللي يوصل له. رحت قدمت، قابلت رئيس القسم، قبلوني. ونرجع لشهادة الماجستير الثانية. لو ما كان عندي شهادة الماجستير من كلية الآداب ما كانت قبلت في هذه الدكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية.